جاتلي بتحب واحد متجوز، بس لما حكيت لي وعايزاه يحبها وعايزاه يتجوزها وانا مش عايزه اخرب عليه وانا ممكن اتجوزه يعني ابقى زوجه تانية ومش عارف ايه، لما حكيت لي تفاصيل اكتشفت ان الراجل ده اصلا لعبي، وزي ما قلت لك انا لما بعمل الجلب بعمله مره واحده بس، يعني مش هيتجدد. يعني الراجل ده ممكن يتجوزها بس ممكن بعد ما ينتهي التأثير يرميها، وانا مش هفضل بقى طول حياتي ما بثبتش حد لحد يعني. فهو راجل اصلا لعبي ومش بس بيعرفها هي، بيعرف كذا حد، فحرام عليا يعني. لا روحي شوفي لك حد مناسب اكتر يعني. يعني انا برضو يعني براعي ضميري، مش اي واحده تقول لي انا عايزه فلان يعني، لا ممكن انا زي ما قلت لك ما باخدش حاجه من حد. فلما يعني بعمل ده لان بحس ان انا متعاطفه مع الشخص، بحس الشخص ده يعني، لكن في حالات لا حرام يعني. يعني ده بيرجع لتقديري انا، تقديري انا الشخصي، اعمل ده وما اعملوش. قلت لك انا ما باخدش حاجه من حد، فبالتالي انا مش ملزمه ان كل واحد يطلب مني ده انا اعمله له يعني. ده خاضع لتقديري انا اللي بشوف لا ده لازم يعني الحاله دي صعبه او اعملها عشان ده يعني لوجه الله يعني اكسب فيها ثواب يعني. ايه اغرب الفتاوى اللي انت قريتي عنها مثلا او شفتيها، او اغرب الحالات اللي انت سمعتي عنها وحسيتي ان فيها نصب كبير قوي؟ لا يعني بصي، الحالات اللي دايما بتنتشر في الحوادث يعني موضوع الاغتصابات اللي زاد بشكل مبالغ فيه يعني، ده بصراحه ده شيء بشع يعني. هو الموضوع ده لازم يقنن كمان على فكره، هو مقنن في المغرب يعني، وبتاخدي تصريح وبتفتحي مكتب وبتدفعي ضرائب، فهو لانه هنا مش مقنن في مصر تمام، فبيسمح بدخول دجالين كتير. لكن لو اتقنن يعني مثلا لو اتعمل رابطه في مصر للمعالجين الروحانيين او جمعيه المعالجين الروحانيين حاجه زي كده، ده ممكن مش هيقدر يعدي منها الا اذا كان معالج روحاني فعلا، وبالتالي هيبقى معاه كارنيه للجمعيه او للرابطه او حاجه زي كده، وهنمنع بقى دخول الدجالين والحاجات زي كده. محدش يقدر يتعامل الا اذا كان معاه يعني الكارنيه اللي يثبت ان هو عضو في الجمعيه دي او عضو في الرابطه دي. هنمنع بقى ونقفل الباب عن دجالين كتير وهنرحم ناس كتير. مين هيقيمكم اصلا يعني؟ مين اللي يقدر عنده القدره انه يقيمكم يعني؟ في ممكن بعض حد عادل في امور الروحانيات ويقدر يحكم اذا كان في بعض الشخصيات المعروفه في يعني في المجال ده، ممكن بقى في الحاله دي يعني نتجمع مع بعض يعني، واللي يقيم بقى السي في بتاعك يعني. لو بعض الشخصيات اللي بنقدر نثق فيها بالفعل كمعالج روحاني من خلال السي في بتاعه يعني. يعني مين اللي هيقيم؟ في بعض الشخصيات اللي هي الثقه، السي في بتاعه بيقول انه عمل حاجات ونجحت، اللي ما عملش حالات، اللي ما نصبش على حد، اللي ما دجلش على حد، اللي ما كده يعني ما استغلش حد في يعني الشخصيات دي هي اللي ممكن تعمل تأسس الجمعية دي، وهي اللي ممكن تقيم غيرها.